خلونا هنا بقى ناخد بعضنا وننطلق إلى الحوار الوطني، الحوار الوطني اللي بيشارك بقوة في المؤتمر الاقتصادي، إنه أرسل الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أسئلة واستفسارات أعدها المحور الاقتصادي الحوار ولجانه المختلفة لرئيس الوزراء كي توضع أمام المؤتمر على الطاولة. خلونا ناخد معانا كاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق الغراء، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بك أستاذ عماد. أهلا بك أستاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل السادة المشاهدين. تحياتنا ليك. أبرز الأسئلة الموضوعة على طاولة المؤتمر الاقتصادي والتي قدمت من الحوار الوطني إيه؟ الأسئلة فيه 8 أسئلة وهي أسئلة مهمة، هي ليست مجرد أسئلة يعني عابرة، لكن ظني أن من يتأمل فيها سوف يكتشف أنها ربما تعبر عن غالبية القضايا الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن وربما منذ سنوات كثير. بمعنى أولا طبعا النقطة الجوهرية هي أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة طلب من الدكتور مصطفى مدبول رئيس الوزراء أن تكون هذه الأسئلة موجودة على طاولة المؤتمر الاقتصادي الذي سيبدأ غدا وأن يتم الرد عليها، وده اهتمام بالغ من مؤسسة الرئاسة بالحوار الوطني. دي نقطة. النقطة الثانية أن هذه يعني في تكامل، يعني لا يوجد تنافس بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني حتى لو كان هناك محور اقتصادي موجود في الحوار الوطني، هو أمور تكاملية. وظني أنه ممكن يكون المؤتمر الاقتصادي الذي سيبدأ غدا لمدة 3 أيام معني باتخاذ إجراءات عاجلة لحل بعض القضايا الاقتصادية العالقة أو المشاكل التي تواجه المستثمرين على سبيل المثال أو تشجيع الصناعة، في حين أنه الحوار الوطني ربما يكون معني أكثر بفكرة الرؤى والاستشراف المستقبل ووضع إجراءات وخطط طويلة المدى. أعود لسؤال حضرتك، الجزء اللي هو متعلق بالأسئلة، يعني للأمانة لما عدت أراها بتعمق أيوة لقينا عندنا الثمن أسئلة غالبا هم كمان السبع محاور اللي موجودين في المحور الاقتصادي في الحوار الوطني. يعني في لجنة اسمها لجنة سعر الصرف والتضخم. ده السؤال الأول. السؤال بيقول إيه الموجه من الحوار الوطني للمؤتمر الاقتصادي؟ ما هي الآليات المجمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار اللي هو ممكن يكون متوقع إذا اتجهت الحكومة إلى وجود مرونة أكبر في سعر الصرف في الفترة الجاية؟ كويس. وإذا ده حصل هل هيبقى فيه أثار سلبية على دخول المواطنين وعلى النمو وعلى التشغيل؟ وهل الأفضل إن احنا نستمر في ربط الجنيه المصري بالدولار ولا يبقى فيه سلة عملات أفضل؟ حلو. وليه ما يبقاش فيه وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة؟ لأنه التضخم من الظاهرة العقدية في الأساس، هي ممكن تبقى فيه إجراءات الحكومة ممكن تاخدها في ضبط الأسواق ورفع الإنتاج والإنتاجية. ده السؤال الأول. وإذا أخي يوسف لو حضرتك تأملت كل سطر فيه ربما في قضية معينة تستحق نقاش طويل. ماشي. السؤال الثاني، عجز الموازنة والدين العام، وده برضو عنوان اللجنة في المحور الاقتصادي. هل النفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أي اتفاق لاحق أو قريبا، ما هي الإجراءات التي تنوي الحكومة اتباعها حتى تضمن عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية؟ يعني السياسة النقدية أن أنا أطبع نقود، والسياسة المالية أن أنا أعمل إجراءات اقتصادية طويلة المدى في الأجلين القصير والمتوسط. ويعني في ظل ان احنا عندنا تدني في مصر لمعدلات الادخار، ايه هي الاجراءات اللي ممكن الحكومة تعملها عشان ترفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط الدخل في مصر؟ السؤال الثالث وهو ايضا قطاع خاص، لجنة داخل المحور الاقتصادي اسمه الاستثمار الخاص. هذا الاستثمار الخاص يعني ايه هي الطاقات المعطلة في هذا الاستثمار؟ والصندوق السيادي بيعمل جهد حقيقي في هذا الموضوع، لكن هل ده يكفي لتحقيق استخدام افضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة؟ طبعا الاستثمار الخاص مهم جدا، انه الدولة الرئيس يتحدث كثيرا والوزراء عن تشجيع القطاع الخاص وهو امر مهم جدا، لكن
الحلقة المفقودة تحت أسفل، يعني بعيدا عن الحكومة وبعيدا عن مؤسسات الرئاسة، كيف يمكن لي اللي هم بيحطوا زي ما بيقولوا العصا في الدواليب، الموظفين الصغيرين اللي هم بيعرقلوا دايما، دول بتوع العقدة في المنشار دول بالضبط كده. السؤال الرابع برضه هو عنوان لجنة في المحور الاقتصادي اللي هي أولويات الاستثمار العام، اللي إيه هي الآلية الجديدة؟ السؤال بيقول إيه ما هي الآلية الجديدة اللي وجدت للتأكد من أن أولويات الإنفاق الاستثمار العام تتفق مع طموحات المواطنين وتتفق مع النمو الاحتوائي في الأجيال المتوسطة. وسؤال كمان، وفي مواجهة الصدمة الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، هل من الوارد إبقاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجاري وتقليل احتمالات التضخم؟ السؤال الخامس وهو عنوان أيضا لجنة في الحوار الوطني باسمها لجنة الصناعة، ما هي حزمة السياسات الجديدة اللي الحكومة هتتبناها عشان تقلل ما اعتبره القائمين على إقرار هذه الأسئلة تحيز للقطاع العقاري على حساب القطاع الصناعي؟ طبعا كلنا بنأمل أنه يبقى فيه تشجيع أكثر للصناعة، لأن الصناعة هي الأساس. العقار مهم وبيعمل تشغيل، لكن الذي يوفر فرص العمل هو القطاع الصناعي. أيضا هناك لجنة في مؤتمر الحوار الوطني اسمها لجنة الزراعة، وبالتالي فيه السؤال رقم 6 عن قطاع الزراعة، بيقول ما هي السياسات التي تنوي الحكومة اتباعها لزيادة الدخل ورفع إنتاجية هذا القطاع؟ هل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورا فعلا في هذا الأمر؟ طيب كمان سؤال، بعد التداعيات حرب الأوكرانية وكورونا، وضمان هل الأمن هناك إجراءات لضمان الأمن الغذائي لمصر؟ شفنا تعطل ثلاث الإمدادات وما فعلته في العالم. صحيح. آخر سؤال آسف قبل الأخير، قطاع السياحة، هو السياحة، هل الحكومة لديها خطة واضحة للتأكد من عودة السياح لمصر مرة ثانية، ونحن يبقى عندنا اهتمام أكثر وتشجيع أكثر حتى يعود السياح مرة ثانية وثالثة؟ السؤال الأخير عن العدالة الاقتصادية. والعدالة الاقتصادية طبعا الحكومة المصرية للأمانة والموضوع عملت جهد كبير جدا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، تكافل، كرامة، الضمان الاجتماعي، العديد من المساعدات التي قدمت للمستحقين، لكن السؤال هل يتوافق هذا التوسع في تقديم الخدمات التعليمية عن طريق القطاع الخاص وكمان الخدمات الصحية مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟ ده سؤال مهم أيضا. الثمان أسئلة يا أستاذ يوسف، كل سؤال يحتاج إلى وقت طويل جدا لمناقشته جدا، بس واضح سيادة النائب أنه بصمة اليسار واضحة في الأسئلة الثمانية، يعني يعني دكتور جودة عبد الخالق يعني مظبط الدنيا في الثمان أسئلة دول. طيب على ما يبدو يعني بعيدا عن احنا بنقول دي أسئلة مش إجابات، دي نقطة مهمة. أنا يعني أتفهم يعني الصياغة بتاعت الأسئلة ربما توحي بهذا الأمر، لكن ده برضو لا تنسى انه هي مشروعة ومهمة بالمناسبة. يعني هي مشروعة ومناسبة جدا، يعني جدا للوضع الحالي. النقطة الجوهرية يعني انا كتبت رغم ان انا بحسب نفسي في مرات كثيرة على اليسار، لكن في النهاية لابد وانت تتحدث عن افكار يسار عموما او اشتراكية، لكن الاهم هو ايضا ان تشجع القطاع الخاص، وده التوازن، بمعنى انك انت بدون تشجيع القطاع الخاص، القطاع الخاص هو الذي يوفر فرص العمل الاكثر، عندك اكثر من حوالي مليون. انت سيد العارفين، يعني الصين يحكمها الحزب الشيوعي الصيني وعندها قطاع خاص وضخم، يعني مش سهل، يعني قطاع خاص ضخم، قطاع صناعي ضخم في الصين بمشاركة الدولة في أحوال كثيرة، ما بنقولش لا. أنا عايز الأول أشكر سيادة النائب والكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. ده اللي أنا عايز أقوله لحضرتك كمواطن يعني ومشاهد ومشاهدة بتتابعونا دلوقتي. هي المسألة في الحالات اللي زي دي وفي اللحظات الهامة جداً، هنا بقى بننسى اليسار واليمين او اليساريين والليبراليين ماركسيين ومش عارف ونيو ليبرالز، ننسى كل ده ونركز اكتر على القضيه الراهنه وايجاد الحلول ثم وضع شكل مستقبلي للاقتصاد. ده اللي عجبني بالمناسبه في اسئله الحوار الوطني والموجهه الى او المطروحه على مائده المؤتمر الاقتصادي، انه وزي ما كنت بقول للأستاذ عماد يعني واضح بصمة اليسار حتى في الصياغة. بس هنا بقى شوف اللطافة فين، إنه الحوار الوطني عندما ناقش
فنسي مسألة هو مين يسار ومين مش يسار. احنا في النهاية خالص بنتكلم على قضايا مهمة، قضايا ملحة، أسئلة شديدة الأهمية، أسئلة متعلقة بالوضع الراهن، أسئلة بتتكلم على استراتيجيات ما هو قادم في إطار معطيات وتحديات بتحصل في العالم، ما بين معطيات إيجابية في بعض الأحوال بالمناسبة، حتى الحرب ليها ثمار بالمناسبة على البعض، يعني مش على كل ده بالتأكيد، زي ما كمان تبعات الحرب وأوزارها بيحملها الغالبية يعني. ويمكن دي أول حرب في العالم الكوكب كله يشيل نتائجها، أول حرب بالمعنى الحرفي، لا الحرب العالمية الأولى كده ولا الحرب العالمية الثانية كده، أول حرب في العالم يتحمل نتيجتها الكوكب كله. علشان كده المؤتمر الاقتصادي مهم، علشان كده مؤتمر شرم الشيخ للمناخ مهم، علشان كده الحوار الوطني شديد الأهمية. استحالة استحالة، أنا بقول لك الكلام ده وأنا أعي ما أقول، إن وجدت حرب على سطح الكوكب كانت تحمل نتائجا وخيمة لكل الدول. الحربين الأولى والثانية في القرن العشرين 14 18 و39 45 نتائجهم كانت متعلقة بالدول المشاركة في الحرب وبعض النتائج على الدول المحيطة، وسلام عليكم. بس المرة دي المسألة ما هيش سهلة خالص خالص، المرة دي المسألة فعلا شديدة الصعوبة. ويمكن أنت بتتابع مجريات الحرب وتطوراتها، المسألة بتكبر، نتمنى جميعا أن المسألة تنتهي لكن المسألة بتكبر، خد بالك. طيب